في كل مرة يرى اللبناني المطاعم والمحال وأماكن السهر فل، يسأل السؤال المعتاد: أين الأزمة الاقتصادية؟ فصحيح أن الوضع المعيشي صعب ومتعثر، إلا أن الحركة التجارية ناشطة، الأمر الذي شكل ما يعرف بمجتمع 20%، وهي فئة من الطبقة العاملة المنتجة والصامدة في ظل الأزمة، بالرغم من أنها غير محسوبة على طبقة الميسورين. في كل الدول المفلسة والفقيرة في دائما طبقة ميسورة موجودة عاملة لوحدها، يعني عالمها الخاص. عندنا بلبنان لا، في عندنا مجتمع أكبر من هيك عامل عالم الخاص، وسميته 20%، لأنه عندنا هيدا المجتمع عنده مداخيل كلها بالفريش دولار، وعم نحكي مش بس بالفريش دولار، يعني مستوى الأجور مرتفع بشكل جيد، عنده قدرة شرائية مقبولة. في عندنا كتير معطيات بلبنان مش موجودة بدول أخرى، يعني منها أولا في واقع عالمي صار هو الشغل أونلاين. الكادرات البشرية بلبنان كتير جيدة، كادرات عندنا كادرات منيحة، وبالتالي هذه الكادرات كلها عم تكون عندها فرص كبيرة تشتغل أونلاين مع شركات عالمية. كذلك شركات اقتصاد المعرفة بلبنان اللي صار السوق العالمي كله مفتوح لها كمان عم يشتغلوا فيهم. الشركات العادية اللي بس عندهم الأسواق من الخارج كمان في قسم منهم حسن المداخيل بطريقة مقبولة. تشكل هذه الطبقة المجتمعية قد يسهل عملية التعافي الاقتصادي المنتظر، إلا أن تكونها يسحق في المقابل فئة أكبر من المجتمع، وهي تتمثل اليوم بموظفي القطاع العام. مجتمع 20% هذا عايش معك، يعني جارك وحدك، وبالتالي هي بدها تعمل أزمة، يعني بتستمر مرة اثنين ثلاثة بالآخر، يعني بترجع بتعمل نوع من الخطر على الوضع الأمني. ما معقول اليوم رجل الأمن يكون عنده حد أدنى $90 معاشه، بيكون جاره حده عم بياخد $2000 وعايش بقدرات شرائية مختلفة وعم يسهر، ويعني وعنده عالمه الخاص للي هو حده. الأمر الحتمي الوحيد هو أن الأزمة الاقتصادية غيرت في شكل المجتمع اللبناني وفئاته، بانتظار استدراك عامل الوقت الذي يهدر من دون إقرار خطة تعافٍ مدروسة تعيد التوازن.